السلام عليكم سيدي، احنا قناة شوف تيفي اتصلتي بينا على ود طرالك خطأ. يا سماخ، شي واحد ما كاين اطباء ديال الصابونه ما كاينينش، وخصي داك تسول شي واحد سي طبيب هنايا نعصفو بدخل لعيبو نفسو. واحد السيد هو وراه قال لها هاد كان هاد الطبيب بقصاص عزيزه يقول رضا. مش مشكل، بلا ما نذكر السميه ديالو. المهم كاين في كاسرية عزيزة الطبيب، ها ها كاين في كاسرية عزيزة. شي سنة فات واحد الشهر وهيدو غتولي عادي، ما كاينش مشكل. الله يرحم لك في السعيد، شدني طلع البياض راني و غازو ديال ما نديش فلوس الاولى ديال سيو ما بغاش يدخل، واخيرا هو دار غانتو بدا كيدور ريحه حاجه وتخبو ليه تقربي في الحشر. نتقبو. انا ما ديش بازت ما محصور مغوص، ربنا خلق لي انك يصاب لي بنتانات الغاز. قال لي راه بغيت ماك صبر، راه بغيت تنوض تنفس بغاز ديال التسيو هاديك. صبرت، قال لي اضحك عليا كون هنا كندير لك التسيو. مشيت هاك لي كون هنا خلص بداك السيلة فري ديال مشيت تما هدا لي سيو ب 36 فري وطيسو السيلة هنا هي 42 ألف. موسم مبقاش فيا الفوز، ما ولدت أنا في هاد البلاد. يا هاديك الزيت كنت بديت سيوق وجيت بنفس فرحان، مبقاش داكشي داك الحراك داكشي. قال الناس ودرويش ومسهلات، قال لي عطيني 160 فري وندير لك العمالية. بديت كنتسلف ونقلب، والوالدة مسكينة ساهية باقا في الحياة الله يرحمها، قالت عندها شي شوية فلوس من البوسطة جابت منها. بس مين سافري؟ قلت ليه نكمل العملية. المهم أفكنا بالله كندير العملية وغادي نستنى فران زيبر ما هذا عندي ده هكا تاني كلينيك دار معايا مشيت كلينيك. هاي اللي سيو اللي كان مركبو وزي سيو اخر. قلت له فين العمل؟ قلت له قال لي لا العمل عندك راك.